هيا حلوين، اشتقت لكم. يلا مين بده يسألني سؤال حلو اليوم؟ بس أسئلة حلوة، يعني مو أسئلة مكررة. Okay. All my followers are my friends. I love you all. السر هو إنه أنا على طبيعتي بكل شيء، يعني بشكلي، بتصرفاتي، بشخصيتي، هي طبيعتي. على فكرة ما في أحلى من الجنون، إذا كان الجنون أكيد ما بضر حدا يعني، بس إنه ما حل الواحد يكون هيك بورينج وعادي. يعني أنا بحب القصص المجنونة. وأنا اشتقت لكم كتير على فكرة. هلا أنا يعني بعرف إنه غبت بموضوع اللايف، رح يكون في لايف قريب يعني إن شاء الله، بس هاي أنا معكم هلا عم ساوي أسئلة وهيك ننبسط. Hey, what kind of question is that? I'm not gonna answer that. أنا من الشام وولدان بإنجلترا. لاحظوا لي كلمة كلك على بعضك، هاي رد للناس اللي بيقولوا إنه متابعينك بحبوكي بس لأنه مدري شو بتلبسي. لا، متابعيني بيحبوني كلي على بعضي. أنا بحترم كل الأفكار وكل الناس وكل شي في اختلافات بين البشر، طالما ما حدا عم يضر حدا. يعني كل إنسان حر شو بيحب وكيف يعبر عن محبته. أنا بحبكن كتير واشتقت لكم كتير حبايبي من المغرب. أكتر ألوان صح، أنت حذرت واحد من اللون اللي هو الأحمر والبينك، كل درجات البينك يعني، وخاصة الهوت بينك. هدول الدورين كتير غاليين على قلبي، وهن يعني المسلسلين بشكل عام كتير حلوين كانوا، والحلو انه لهلأ بتتذكروني فيهم وبتسألوني عنهم. لتخلص قصة كورونا، لأنه هلأ بكرة في لوك داون جديد بإنجلترا، فلتخلص رح تشوفوني بكتير أشياء جديدة على فكرة. يعني في كتير أشياء لقدام كانت عم تتحضر. بحبكم كتير حبايبي من سوريا. طموحاتي كتيرة أكيد، ما يعني ما أنا محددة، وحققت أكيد شي منها، وإن شاء الله نقدر نحقق أشياء كمان. بنرجع كمان لموضوع كورونا، يعني بس تخلص هالقصة هاي، ما بعرف إذا حتخلص أصلاً، لنقدر نرجع هيك نسافر وكذا. بس كندا من البلاد اللي أكيد بدي أجي زورها. يعني أنا كتير بنبسط على فكرة لما أشوف ناس عندي بحبوني من سوريا. أنا بحبكن كتير ومشتاقت لكم. حبايبي من العراق، أنتو لكم مكان خاص بقلبي، وبحبكن كتير 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 كتير. طب لا ما يمشي الحال هيك يعني، طب لاقي سؤال معقول. Thank you. انت الظاهر بدك يعني يعصب عليك يعني ولا خانقك؟ لانه شو قصة شو سؤالك، اسئلتك ما كتير خرج انه ينرد عليها يعني، ما بعرف.